هدفا في الشوط الأول، إلا أن الأمور تغيرت هنا في شوط المباراة الثاني. روجر مارتي على تفيدي ركلة الجزاء، مارتي والثاني جول. الشاقين يتصدى، الشاقين يمنع الكرة الماضية، الشاقين يرفض ثاني الأهداف لفريق ليفانتي في هذا اللقاء. هنا مارك أندري تير شتيغن، التسديدة اليمينية، الوضعية السليمة على الخط قدم اليسرى، وبالتالي التنفيذ كان صحيحا والتصدي كان صحيحا، وبالتالي الكرة أبعدت من حارس المرمى مارك أندري تير شتيغن. لكن أجواء مثيرة هنا في ملعب سيوتادي فالنسيا في شوط